ورجعنا لكم تاني مع الشاعر الجميل أحمد فؤاد، بنرحب بحضرتك. اهلا بحضرتك يا رب. أولا احنا سعداء بوجودك معانا. شرف ليا طبعا. تمام. السلام عليكم. أيوة، معانا مداخلة من أستاذ علي. أيوة، السلام عليكم. ألو ألو أستاذ علي. الو الو، ألو، انا بتكلم اهو. طيب تمام ماشي، ظهر الاتصال فقد. أولا بنرحب اهلا بحضرتك بك يا فندم. أحمد بجد، ونورتنا في البرنامج. وإحنا عارفين إنه ما شاء الله أنت في الفترة الأخيرة قدمت حاجات أكتر من رائعة. ويمكن اكتر حاجه يعني انا جذبتني بصراحه يعني للدواوين بتاعتك او الاشعار بتاعتك، ان هي قد ايه بسيطه وقد ايه فيها احساس عالي جدا. اولا انا شايفه معاك ديوان بعنوان تجاعيد شباب، تمام؟ بصراحه شدني الاسم جدا، ممكن بقى تكلمنا عنه باختصار يعني كده في نقاط؟ مبدئيا شرف ليا وجود حضرتك، وانا ربنا ممتن يخليك. للقناه الصحه والجمال بالتحديد، لانه كانت اول خطوه فعليه ليا مع الاستاذ مجد ربيع في لقاء كان لي. ديوان تجاعيد شاب كان اول ديوان انا عملته. تجاعيد شاب بالاسم مش لفظي، قد ما هو معنوي يعني. الاسم لفظيا تجاعيد شاب، لكن انا بقصد بيه حياه ثانيه، اللي هو شاب عاش قصه او تجربه كانت لحد ما فاشله مثلا، فهو في معاناة وحاجات بتجاب له كده صعبة وبتاع، فحاولت أكتب ديوان، ودونت أول ديوان لي باسم تجاعيد شاب، وبجازف ديوان تاني باسم الحرب العاطفية الثالثة. تمام. انا معلش هستأذن حضرتك، بس معانا استاذ علي. السلام عليكم، ازيك يا استاذة مروة؟ ايوه، الو ألو، حضرتك سامعني؟ استاذ علي ناصر، اهلا وسهلا ألو، بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا استاذة مروة. طبعا احنا لسه عارضين دلوقتي تقرير لحضرتك، وبتشرح بطريقة مختلفة وطريقة جديدة جدا. تمام. اولا حابين ان احنا يعني حضرتك تكلمنا يا استاذ علي عن الفكرة ومدى قبولها بالنسبة للطلبة، أو مدى الإيجابية اللي بتيجي من الفكرة، إن حضرتك بتحط الفكرة يعني بتحط النص في هيئة أغنية. هو حضرتك الاول، هو بالنسبه هو النحو طبعا بتكون عقده معلش، لكل ممكن طالب. الصوت أعلى شوية؟ تمام. هو النحو بيبقى يكون عقده لكل طالب، تمام؟ تمام. فالواحد حاول بقدر الامكان ان هو يسهل النحو ويحطه في اغنيه بسيطه عشان خاطر ان الطالب يحس ان النحو حاجه سهله، تمام؟ تمام. حتى الطالب كان الطلاب يخشوا الحصه بيستمتعوا بالحصه، مش داخلين عشان خاطر يتلقوا ماده علميه فقط، داخلين عشان يستمتعوا بالحصه عند الحمد لله والشكر لله. تمام. يعني هل هي بالفعل احنا عارفين ان هم اكيد يعني بيستمتعوا كده يعني بالحصة، بس هل تمام. هو بالفعل بيبقى ليها نتيجة إيجابية؟ يعني هل بالفعل هم بيقدروا ان هم يحفظوا مثلا النص من خلالها او العمل؟ هقول لحضرتك على حاجه، كان في فيديو لسه معروض دلوقتي كان اسمه دانس مانكي. الأغنية ديت فيها كورس نحو، الطالب خارج من عندي عاوز يحل أي قطعة نحو قدامه، عشان الأغنية سهلت الطالب إن هو يحل أي كلمة في قطعة النحو، تمام؟ فالأغنية بسيطة بس خلت الطالب إن هو يقدر يعرف أي كلمة، فاهمني؟ فالأغنية نفسها بتسهل جدا على الطالب. تمام. احنا طبعا استاذ علي احنا بنشكر حضرتك جدا، وفعلا عرضنا التقرير نظرا للتميز حضرتك في طرح الاغاني او تناسبها مع النصوص، وبنتمنى ان كل المعلمين يبحثوا عن الطرق اللي هي تثير المتعة وفي نفس الوقت التحفيز بالنسبة للطلبة. وبنشكر حضرتك جدا استاذ علي ناصر، معلم بمجال اللغة العربية. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. معلش اسفه بقى على المقاطعه. طيب انا بقى متشوقه ان حضرتك تسمعنا بقى حاجه كده معانا النهارده. سمعت قصيدة باسم أفاكين الهوى. تمام. بسملة في بداية قصيدة اسمها، ليس فتان جمالها ولكن بها ما ليس في العاشقات بها، كاملة
في معالمها وضحكاتها ووقفاتها وسكناتها وابتساماتها وبهاء دينها، فمن مثلها؟ يا معشر العشاق، ما امتلأ جوف قلبي عشقا إلا بها. يا من كنت في عشقهم أفاك أفاك، من طوى قلبي وانحاز أوجاعا إلا لها. فيا أيتها التي في قصتي دونتها، اليوم جاز لك مني الانطواء. يا من خلقت لأجلي وخلقت لأجلها، إن امتلكت قلبها امتلكت جميع الأشياء. يا من بك الأبوة والأمومة والأخوة والأنوسة يا ست النساء، فكم خشيت أن أكتب لك غزلا كي لا تخجل منه الأدباء. ولا يعنيني أن أكون فيه ملكا أو عبدا أو خادما أو مخدوما أو عاشقا أو معشوقا، ويكفيني أن أغازلك كما أشاء. فيا أفاكين الهوى، فيا أفاكين الهوى، ما ضل القلب وما غوى. قلب استظل بظل جيدها فاستوى، فويل لكل أفاك في عشقنا، ويل لكل أنسى تنسى أنسنا، ويل لكل ذات قلب سقيم تسمع آيات عشقنا تتلى فلم تستقيم. أنا المقيم، أنا المقيم بداخلها موطني، هي بنت دمي، متمرد أنا في حبها أن بائع لحقوق الآدم. هي بنت دمي، متمرد أنا في حبها أن بائع لحقوق الآدم. هي تاج نساء الأرض، من يعرفها يعشقها بالفرد. جميلة كجمالها تغنيني حبا إن سمعت حديثها، تغنيني غزلا عن الكتابة والسرد. لا تحتاج للغزل، لا تحتاج للغزل، فهي متن قصيدة وغزل. هي الطب لكل داء، هي السعادة والاكتفاء، هي أجمل المحبين، من يتزوق اسمها يرقد خاشعا بعدما قال آمين. فيا كاتب الهوى مهلا مهلا، سئمت الانتظار، فكم تجلى القلب في عشقها كهلا ليلا أو نهار. إن لم يحتويها غزل القصائد عمدا فقد خاب البناء، خاب اللقاء، خاب اللقاء غائبتي. فما عادت أنسى تغنيني غضا عن الأسماء، غضا عن الأسماء، غصبا على قلبي. هي كل شيء بل كانت أجمل الأشياء، هي من أشاء ولا تشاء، هي من أشاء ولا تشاء، هم يشاؤوني ولا أشاء، فلتنظر هي لو تشاء. هي أنسى، هي آيات بينات تتلى على طفل أتقنها في الصبا حقا لا تنسى. هي أنسى، هي آيات بينات تتلى على طفل أتقنها في الصبا حقا لا تنسى. فيا سامعي، فيا سامعي، غصبا على قلبي عشقا يسيل بين أضلعي. ويا من تستكن لبلادة مسمعي، اعي بأن كتابتي إن غازلت جميلتي تنتهك الفحشاء. فقل ما تشاء، قل ما تشاء، قل بأني منكب على جبهتي نحو قبلتها وأنها استعظمت تنتظر الدعاء. قل بأني طفل تمادى في البكاء، قل بأني الغلام الذي لا يعقل الأشياء، قل بأني المنساق نحو ظلها كما فهمت، قل بأني الذليل الوضيع الطفيل في عشقها. قل ما تشاء وأنا قبلت. فبحق من سجدت له كل الأشياء، وبحق من جعلها كوني وجعل كوني فيها احتواء، وبحق التي أكملت تكويني، وبحق عشقها الذي لا زال يكويني. أحبها غيبا وهذا الغيب يكفيني، فيا من تكفيني قلبا أما آن لي أن تستعيني. ويا ساكنتي بيتا أخبريهم عن أوجاع فؤادي، تحييني أحلام العشق إن أصابت جسدي وأكبادي. أنا ابن الفؤاد الذي غزا القلوب من بين الصدور، أنا ابن فؤاد الذي غزا القلوب من بين الصدور، أنا العاشق الذي حلق في فضاء العشق كما النسور، أنا التقي الذي ضحى بكل المحبات لأجلك أنت فجعلتهن كالنحور. يعني احنا فعلا اكتر من رائع بجد يا احمد، وفعلا موهبه، وان شاء الله انا عارفه هيبقى ليك مستقبل وشأن باهر. انا في النهايه طبعا بشكرك جدا، وبجد على الرغم من صغر الوقت الا ان احنا فعلا انت اسعدتنا، شكرا جزيلا لحضرتك. ودلوقتي هنطلع مشاهدينا مع الطفل الصغير مصطفى الصغير، هنطلع بعد الفاصل.
ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام مع فاكهة حلقتنا النهاردة، بجد موهبة أكتر من رائعة، وهو مصطفى الصغير. مرحب بحضرتك يا مصطفى. أولا بقى، أنت عندك كام سنة؟ 15. 15. في سنة كام؟ يعني الصف كام؟ تانية سنة، دخل تانية سنة. رايح تانية ثانوي، تمام. حابة ان انا اسألك في البداية، يعني امتى اكتشفت الموهبة بتاعتك؟ من يعني ابتدائي مثلا كده بدأت اغني في المدرسة وكده. ابتدوا ان هم يقولوا لك بقى صوتك حلو وكده. طيب انا بقى متشوقة يا مصطفى، والمشاهدين كلهم متشوقين ان نزلنا صوتك ما شاء الله على صفحة البرنامج ان هم يسمعوا صوتك. هتغني لنا ايه بقى؟ أم كلثوم حبي مثلا. تمام، اتفضل. انت ما بينك وبين الحب دنيا، دنيا دنيا ما طولها لا حتى في خيالك، اما نفس الحب عندي حاجة تانية، حاجة تانية، حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك. أنت فين والحب فين؟ ظلمه ليه دايما معاك؟ ده انت لو حبيت يومين كان هواك خلك ملاك. انت فين والحب فين؟ ظلمه ليه دايما معاك؟ ده انت لو حبيت يومين كان هواك خلك ملاك. ليه بتتجنى كده على الحب؟ ليه بتتجنى كده كده على الحب؟ ليه بتتجنى كده على الحب؟ ليه انت عارف قبل ما على الحب حبي حبي. حبي اللي انت جاي تقول عليه جميل وبجد اكتر من رائع. السؤال اللي انا حابه ان انا اساله لك دلوقتي يا مصطفى، انت يعني ما شاء الله غنيت لام كلثوم، ومش اي حد اصلا يغني لام كلثوم وسنك الصغير ده. هل بقى متأثر، يعني مين اكتر مطرب او مطربه بتحبها بالنسبه للقديم وبالنسبه للجديد؟ القديم مثلا ام كلثوم مثلا كده، تمام. الجديد بقى احمد سعد مثلا، اللي هو احمد في سعد، تمام. حافظ حاجة لأحمد سعد؟ ممكن تغني لنا حاجة؟ تمام، اتفضل. نفسك ترجع انسى مالكش مكان، دور النوجع ما انت وجعني زمان. نفسك ترجع انسى مالكش مكان، دور النوجع ما انت وجعني زمان. ما تقولي فرصة أخيرة مفيش، انت راجع لي لما لقيتني بعيش. اللي فات كله مات، يلا شكرا سلامي، انتهيت واتنسيت،
مش ينفع كلام اللي فات انتهيت وتنسيت، مش ينفع كلام كنت جنبك حريت وتعبت ومشارك رخاص فجامي الثلاثيت ورجع لي ليبعد خلاص. ايوه انا هو اللي قويت عليه، شفت الهوى عملت فيا انا ايه. ايوه انا هو اللي قويت عليه، شفت الهوى عملت فيا انا ايه. انسى رجوعك وامشي بكل هدوء واعرف امتي لما تشوفني بفوق. جميل 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 جدا يا مصطفى، وفعلا اكتر من رائع. انا حابه اسالك عن الامنيه اللي انت النهارده تحب ان انت تقولها في برنامج يوم في الخير، ايه الامنيه بتاعتك؟ يعني احقق حلم بس انا ابقى مشهور. حلمك ان انت تبقى مطرب؟ ان شاء الله يا مصطفى هتبقى مطرب، وهتبقى مطرب ناجح جدا، واحنا هنكون سعداء ان احنا ان شاء الله ده كان هيبقى اول ظهور معانا. في النهايه بس في حاله انسانيه معانا، يا ريت يا جماعه نعرضها، حاله انسانيه جاهزه. تمام. في حاجة تاني. طيب مين كان بيشجعك أو بينمي موهبتك يا مصطفى؟ والدتي ووالدي، يعني كده والدتي كانت مثلا توديني القصر ووالدي. طيب أنا حابة بقى أسألك، أنت شايف نفسك بعد مثلا 5 سنوات مثلا هتبقى مين؟ يعني شايف نفسك زي مين؟ أو تشوف المطرب ده وتقول انا عايزه ابقى اكون زيه؟ احمد سعد مثلا، هو الفنان الوحيد يعني اللي بيعجبني. ان شاء الله ان شاء الله. تمام، معانا حاله انسانيه، هي سيده بتعول بنت يتيمه، والسيده دي بتحترف مهنه الخياطه، كل حلمها بسيط جدا ان حد يوفر لها مكنه خياطه علشان تساعد بنتها والشغل يكون في البيت. طبعا للتواصل معها مباشره الرقم موجود على الشاشه، ونتمنى فعلا ان ده حلم بسيط جدا انه تتواصلوا معاها في الخير ان شاء الله. تمام، في النهاية بشكرك جدا مصطفى الصغير، وان شاء الله على وعد بتجدد اللقاء تاني، لان فعلا موهبة تستحق الدعم والتقدير. وفي النهاية مشاهدينا فعلا بقى الوقت بيعدي بسرعة، يعني بصراحة مش عارفة ليه، ونحب نقول ان يوم في الخير هو دعوة لمساعدة الغير، يوم في الخير بكرة أحلى والدنيا لسه بخير، يوم في الخير مبادرة من قلوب مليانة بحب الخير بحفظ الله.